الفرق بين الذكي بس والمجتهد. شركة جابت شخصين وادت كل شخص شنطة وقالت لهم ان انتوا قدامكم جبل من السكر، المطلوب منهم ان هم يجمعوا في ظل دقيقة واحدة بس اكبر كمية من السكر في كل شنطة، واللي هيكسب اللي هيجمع اكبر كمية في الاتنين. الاتنين بدأوا يجمعوا، واحد يجمع بسرعة كبيرة جدا جدا والتاني بدأ يجمع بسرعة اقل، ولكن دايما بيعمل فحص للشنطة بتاعته. الاولاني اللي بيجمع بسرعة كبيرة بسبب سرعته الشنطة اتقطعت منه، وبدأ الاتنين يروحوا ناحية الميزان. اول ما وصل الميزان برغم ان في واحد جمع كتير ولكن بسبب ان الشنطه بتاعته اتقطعت وقع منه اكتر، فاول ما وضع على الميزان كانت الكفه بتاعته اقل من كفه التاني اللي كان بيفحص الشنطه بتاعته باستمرار. وده ببساطه الفرق ما بين الطالب الذكي وما بين المجتهد. الطالب الذكي بيجمع معلومات كتير جدا 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 ولكن وسط الطريق بيخسر المعلومات دي بسبب التقصير بتاعه، فبتكون المحصله مش بيقدر يوصل للهدف بتاعه. اما الطالب التاني المجتهد فبيحافظ على المعلومة بتاعته باستمرار، بيعمل فحص للمعلومة بتاعته باستمرار، فبيقدر في النهاية يحقق ويوصل للهدف بتاعه. وبكده كان لازم تعرف مني